السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد رضوان. شكرا لكم، شكرا لدعمكم، وشكرا لاشتراككم بالقناة. ولكن إذا كنت غير مشترك اشترك الآن وفعلنا زر الانتساب، فيك تنتسب لتحصل على ميزات حصرية بتميزك عن باقي المشتركين. راح نشوف اليوم موقف جميل جدا، موقف أسطوري، موقف فيه عدة نقلات أسطورية لا تخطر على بال أحد، حتى المحركات غير قادرة على حل هذا الموقف. أغلب المحركات ما جربتهم كلهم، ولكن كثير محركات جربتها وفشلت تماما بحل هذا الموقف. الأبيض يلعب ويربح، وقف الفيديو وحاول تلاقي الموقف الرابح لا الأبيض أو النقلة الرابحة. وفي عنا هون نقلة وحيدة رابحة إذا بتستطيع تجيبها فعلا بتكون عبقري. طبعا إذا كنت شايف في التتمة بتوقع يعني مستحيل تنشاف بالعين المجردة. فإذا خلينا نشوف الحل. الحل عزيزي المشاهد هون النقلة الأولى، وهي بيشوب A4، وعطينا الوزير. مثل ما أنك شايف الآن الوزير مكلف بحماية هذا البيدق، فيعني مستحيل يحسن يتحرك، لأنه إذا أكل الفيل وقبل التضحية راح يكون في عنا كشمات بالوزير مثل ما أنك شايف. فالوزير ما ممكن يتحرك، والحل الوحيد أمام اللاعب الأسود هو أنه يلعب النقلة B5 ويطرد الفيل. هاي النقلة مهمة جدا، هلا راح نشوف بآخر الموقف ليش مهمة جدا. فالآن راح نلعب النقلة F تيكس جي وكش ملك. طبعا اجباري هون راح تاكل بالوزير، لانه اذا بدك ترجع بالملك يعني افضلية صارت ساحقة للاعب الابيض. على كل حال على الاتجاهين يعني اي مكان، فلذلك الوزير هون راح ياكل البيدق اجباري. والان النقلة القوية جدا ايضا من اللاعب الابيض هي البيشوب على السي 2، وعطينا الوزير وربط الوزير بقطعة معلقة. لاحظ الفيل غير محمي، لاحظ الوزير غير محمي، لاحظ هذا البيدق غير محمي، لاحظ هذا البيدق غير محمي، لاحظ هذا البيدق غير محمي. كل قطع اللاعب الأبيض غير محمية ومهددة، ولكن اللاعب الأسود مكبل تماما. شو راح يلعب اللاعب هون الأسود؟ أكيد ما في ياكل الفيل، لأنه راح يكون في عنا كشمات مباشرة. فهون الأفضل أنه ياكل البيدق مع كش. لاحظ الآن إذا اللاعب الأبيض لعب نقلة المنطقية أنه ياكل القلعة، فهون راح ياكل الفيل. والآن هذا الموقف تعادل، يعني حتى لو إجا كش راح ياكل، إذا أكل هذا البيدق يعني صار في عنا كش مستمر، واللاعب الأبيض ما في يفك حاله من الكش المستمر. ولذلك هون اللاعب الأبيض ما راح ياكل القلعة، وراح يحافظ على ربط الوزير، وراح يلعب كينج على الجي 1. لاحظ ما زالت كل قطع اللاعب الابيض معلقة. والان بدنا الوزير، هذا الوزير اكيد ما في ياكل الوزير لانه مربوط، وما في ياكل الفيل لانه كشمات. والان اللاعب الابيض مهدد انه ياكل الوزير بالوزير، وبعدها راح يكون عنه كشمات. فالنقلة الافضل هون عند اللاعب الأسود، أو النقلة الوحيدة الحقيقة، هي الروك على الاف 6 لحتى يرجع يحمي الوزير ويحافظ على التعادل في حال صار تكسير، لأنه إذا أكل بالفيل راح ياكل بالقلعة ويربط شوف هذا الربط الثاني راح يربط الوزير أيضا، ويضطر اللاعب الأبيض إنه يكسر القلعة مع الوزير، والموقف تعادل. فلذلك النقلة الوحيدة هون هي القلعة. طبعا ممكن تفكر هيك، ولكن ما رح تفيدك غالبا، لأنه رح تاكل القلعة بكل بساطة وما رح تستفيد شيء. فإذا النقلة الوحيدة هون هي القلعة، وشفنا أكلة الوزير ما بتفيد اللاعب الأبيض. فشو رح يلعب اللاعب الأبيض؟ عنده الآن أيضا نقلة خيالية. وقف الفيديو وحاول تلاقي شو هي النقلة الرابحة عند اللاعب الأبيض. إذا كنت شفت النقلة الرابحة واللي هي كوين جي 5، بهنيك، نقلة عبقرية لا يمكن أن تخطر على بال إلا لاعب محترف. الفكرة هون أنك أنت تمنع الملك الأسود أنه يأكل البيدق H6، لازم هذا البيدق ما يأكله. ليش؟ لأنه الملك هون ممنوع يتحرك، بس تحرك راح يأكل الوزير. فهون أخذت هذا البيدق، هو المكان الوحيد اللي بيستطيع
الملك الأسود إنه يتحرك عليه ويضل حامي الوزير، فلذلك النقلة كوين على الجي 5 راح تمنعه، وأيضا راح تلعب نقلة انتظارية. الآن اللاعب الأسود في وضع زق زوانج، لازم يحرك قلعته، الوزير ما بتحرك، الملك ما بتحرك، لأنه إذا تحرك الملك خلاص فينا بكل بساطة ناكل الوزير. فإذا الملك ما بتحرك، القلعة ما فيها تتحرك غير على الصف، هون إجباري راح تاكل هذا البيضة حتى تضل على الصف السادس وتضل حامي الوزير. فهون إذا القلعة تركت حماية عمود F، فالملك الآن بيستطيع إنه يتحرك، وهيك صار الوزير الأسود غير مربوط، واللاعب الأسود بيبقى مهدد إنه يخسر وزيره، لأنه إذا أكل بالوزير الوزير الأبيض ما عاد مربوط فيه ياكل هذا الجندي مثلا وينتهي الموقف. فلذلك اللاعب الأسود الآن مضطر إنه يعطي كش، فهون الملك راح يروح على الإيوان، وهون ايضا راح يعطي كش، الملك راح يروح على الديوان، فهون ايضا راح يعطي كش والملك راح يروح على السيوان، وهون راح يرتاح اللاعب الاسود وراح يلعب الروك على السي 6. لاحظ الان ربط الفيل وريح نفسه، اللاعب الابيض ما في ياكل الوزير الان، واذا اكل بالوزير ببساطة رح ياكل، وبدك تاكل قلعة اجباري ورح ياكل، وصار الموقف ربح للاعب الاسود، لانه لاعب الابيض صار ملكه بعيد وهذا راح ناكله، ويصير عندنا جندي زياده وسالك، وراح يربح اللاعب الابيض. فعلى ما يبدو صارت لعنه الربط عم تواجه الان اللاعب الابيض، ولكن في عنا نقله خارقه كالعاده. ايضا وقف الفيديو وحاول تلاقيها نقله خارقه. النقله هون هي عزيزي المشاهد كوين على السي 5 وايضا تضحيه بالوزير، والان بتوقع يعني هي النقله حاسمه وربح اللاعب الابيض بعد هذا الموقف. لاحظ يعني كيف راح يتصرف اللاعب الاسود، اذا اكل لاحظ ما زال الربط، ولكن راح ياكل القلعه والوزير مربوط، فاجباري بدك تاكل مثلا راح ياكل، وصار عندنا اللاعب الابيض عنده جندي سالك لا يمكن اللحاق فيه، وراح يربح اللاعب الابيض. وهون اذا اللاعب الاسود اكل الفيل بالوزير، فببساطة اللاعب الابيض راح ياكل بالملك. ليش؟ لحتى يحافظ على الوزير موجود هون، فاذا اكل راح يخلق بيضة سالك، واذا ما اكل شال القلعة ببساطة راح ياكل البيضة وراح يربح، راح يصير نهاية وزير ضد قلعة وربح سهل جدا للاعب الابيض. فاذا هذا هو كان الموقف، والان نحن نرجع نجاوب على السؤال ليش النقلة الاولى تذكرت؟ النقلة الأولى اللي لعبناها ضرورية جدا، لأنه هون إجباري لازم تلعب النقلة كوين على السي 5 لحتى تربح، وإذا كان البيضة الأسود موجود مكانه على البي 6 ما رح تنلعب هاي النقلة مستحيل، فلذلك لازم نخلي هذا البيضة يتقدم. فلذلك كانت النقلة الأولى أهم نقلة، وهي النقلة المفتاحية، وهي مثل ما شفناها البيشوب على الاي 4، ونخلي هذا البيضة يتقدم لحتى يبتعد عن حماية هاي الخانة، لأنه راح نجيب الوزير عليها بآخر الجيم. فهذا هو كان الموقف لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، واللي بحب ينتسب للقناة. نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.